غير أبهة بتهديدات المفوضية الأوروبية بمنع تصدير لقاح أسترازينيكا، تواصل بريطانيا مضيها في تلقيح مواطنيها محققة أرقاما فلكية مقارنة بجيرانها، محذرة في نفس الوقت من أي وقف لشحنات اللقاح وما سيترتب عنه من ردود عكسية. ندرك جميعا أهمية القانون الدولي في دعم قانون العقود في جميع أنحاء العالم، أعني أن الاتحاد الأوروبي يعرف أن العالم ينظر إلى كيفية تصرف المفوضية في هذا الشأن، وإذا تم كسر العقود والتعهدات كما تعلمون فإنه أمر مضر للغاية لكتلة تجارية مفتوحة تفتخر بسيادة القانون وتفتخر باتباعها له. أعتقد أن المفوضية تعرف أن العالم يراقب ما يحدث. الأطقم الطبية تمكنت من تلقيح أكثر من 800,000 بريطاني خلال يوم واحد، يكون بذلك نصف البالغين قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل في مرحلة فارقة تشهدها المملكة المتحدة. بالأمس شهدنا يوما قياسيا آخر من التلقيحات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أكثر من 3/4 مليون شخص تقدموا للحصول على اللقاح، لذا إذا تلقيت مكالمة من الرعاية الصحية انطلق إليهم واحصل على الحقنة. نعلم جميعا أن اللقاحات هي طريقنا للخروج من هذا، نعلم أن اللقاح يحميك ويساعدك على حماية أحبائك ومن حولك. في الضفة الأخرى من القارة الأوروبية الأمور تسير عكس الاتجاه، إغلاقات متجددة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتأخر كبير في التلقيح بسبب نقص الجرعات وعدم إيفاء المصنعين بعقودهم. مصائب قوم عند قوم فوائد، هكذا ظنت روسيا التي سعت لعرض لقاح سبوتنيك على أوروبا لتعويض النقص الكبير الذي تشهده، لكن الرد كان قاسيا من الجانب الأوروبي. مطلقا لسنا في حاجة لسبوتنيك، يصرح تيري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية قاطعا بذلك الأمل الروسي. رغم التأخر إلا أن أوروبا تحاول بعث الأمل ووقف الإحباط بتعهدات بتوفير أكثر من 300 مليون جرعة بحلول يونيو حزيران، ما يمهد للوصول إلى مناعة في القارة بحلول 14 يوليو.